عايشين في كون شديد التغير. يعني اوعى اقف على البحر كده ساعه وراقبي الوان البحر والوان السماء بتتغير بالدقيقه، تغير فطره. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان انا ببقى عايز اتغير بطريقه معينه، عايز هدف معين اتحقق. معظم الناس عايشه مسجون، عايشه في سجون الروتين، عايشه في سجون الخوف، عايشه في سجون الترقب. طول ما انا عايز مستقبل يجي بشكل معين عمر ده. السعاده كلها في قبول الوضع كما هو. حياتنا هي الرحله مش الاهداف، وبالتالي احنا ما بنتنازل عن الرحله بنضيع عمرنا، لان الرحله اهم من الهدف، وانا اهم من الرحله والهدف انا بعرف.